الحكومات وتقسيمة الدولة، لكن اتحاد الليبي هذا الكيان الكيان ومعلومات اكثر نتابعه مع بعض. حول قضيه ارهقت عقول الكثير وازهق. اليوم عندنا الحفل الختامي للحمله الوطنيه للتوعيه بسرطان الثدي، الحمله انطلقت يوم 1 اكتوبر بالتوأمه مع وزاره الصحه. طبعا المستهدف كل المدن الليبيه، بس اللي تفاعلوا معنا في الحمله واللي موجودين شغلهم على ارض الواقع بمحاضرات توعويه وايام كشف هم 35 مدينه. اليوم وصلنا للاعلان عن الاحصائيات النهائيه لشغل هذه الفرق من داخل المدن الليبيه، وان شاء الله نحاولوا ان بالتوعيه في عامها السادس ان نقللوا من نسبه الاصابه بسرطان الثدي، لان هذا الورم بالذات ينتهي بالتوعية وبفهم كل سيدة لطريقة الكشف الذاتي ووعيها للاهتمام بصحتها وصحتك زهرة حياتك. صحة الجهات الداعمة لهذه الحملة، خلينا نرحبه بمن سيدات ليبيا، سيدات ليبيا اللي ناضلن كثير من أجل تكون خلايا سرطانية بجسم الإنسان. نتابعه مع بعض هذا. بالنسبة لحضور اليوم تمت دعوة وزارة الصحة طبعا ومركز مكافحة الأمراض، أيضا مكتب الرعاية الأولية وكل الفرق المشاركة طبعا بالمجالس البلدية متاعها والفرق اللي اشتغلت في الحملة. طبعا الهدف ان احنا نبغوا نعلنوا اليوم التوصيات النهائيه اللي احنا استنتجناها خلال نهايه الحمله، بحيث ان الناس المسؤوله واللي هي صاحبه القرار نحب نقول يسمعوا شنو الاتحاد الليبي لمكافحه السرطان، شنو النقاط المهمه اللي وصل لها للقضاء على هذا الورم اللي للاسف الشديد انتشر بطريقه ملحوظه في السنوات الاخيره. فباستخدامنا للعلاج الكيماوي نحول نقطة الليبية عن طريق منظمات المجتمع المدني اللي تستخدم الشباب. أيضا شكر منظمات المجتمع المدني.